اليوم تم تقديم المغنية دنيا بطمة رفقة ابتسام بطمة، وتم إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية إلى السيد وكيل الملك المحكمة الابتدائية لتتم مواجهتهم طبعا مع المعتقلة مسماة سكينة جناح أو مقابة غرامور اللي اعترفت عليهم في محط الاتحاد ديالها السابقة طبعا واللاحقة اللي تمت أمام الفرقة الوطنية، واليوم كذلك أمام السيد وكيل الملك على أن دنيا بطمة وأخ دنيا بطمة هم ضريعتان في تسيير هذا الحساب. اللي يمكن أكد لكم الإخوان أن اليوم وضعنا شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، هذه الشكاية رقم 4 من ضمنها هذه المغنية دنيا بطمة رفقة مجموعة ديال المجتمع فيهم، بحيث أن هذه العصابة الإجرامية زعزعت الرأي العام وأساءت المغاربة بصفة عامة وللمواطن بصفة خاصة، حيث أن هذه العصابة الإجرامية يقومون بتسيير واحد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات او انستغرام، ويقوم بابتزاز المواطنين والسب والقذف والتشهير، كذلك المس بالحياه الخاصه افراد، طبعا هذا الشيء كله تحت الطلب مقابل مبالغ ماليه مهمه، كذلك هذا العصابه الاجراميه المختبئه تحت لواء اسم حمزه موميبي اللي هو اسم مهمي لا وجود له على ارض الواقع، يقومون بتصفيه حسابات تحت الطلب من اصحاب الملاهي الليليه واصحاب اوكار او الدور المعده للدعاره. واليوم نشوفوا ان السيد وكيل الملك طبعا بعد السنتاق اللي دار ان حاله المغنيه التي رفقه اختها الذين نالوا من عرض وكرامه المواطنين عبر مجموعه من الاشرطه والفيديوهات، وكانوا يتبجحون وتشدقون ان لا علاقه لهم بهذا الموقع، وخير دليل ان الكفاله الثقيله اللي هي 30 مليون واللي قرر السيد قاضي التحقيق في حق هذه المغنيه خير دليل طبعا التورط ديالها في هذا الملف. والمفاجاه هو ان مجموعه ديال المحامون والنقباء طبعا غادي ينوبوا في هذا الملف وغادي يسبوا بعض طبعا اللي كانوا ضحايا وموضوع السب والقذف والتشهير، غادي يديروا النيابه ديالهم كمطالبين في حق مدني في هذه المتهمه اللي هي مغنيه شغل هذاك، ولكن بقى متهمه. اللي يمكن ناكد لكم ان غنتابعوا جميع اطوار البحث المهيدي وتفصيل عن السيد قاضي التحقيق، وغيتحل الجلسه وغنخوضوا معارك داريه لفضح زمره الفساد والمفسدين على راسهم هذه المغنيه التي كانت عاله على الفن. هذه المغنيه التي كانت سبه للمغرب والمغاربه من طرف دول مجاوره. حاد صراح طبعا بكفاله القيمه ديال 30 مليون تاخذ حتى المتابعه في حاد صراح، طبعا تبقى ضمانه الحضور هي الكفاله، وتنقول ديما ضمانه او قناه البراءه هي الاصل، ولكن
من خلال أشرطة التي تظهر في وسائل المواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. هذه المغنية غادي نقول بين قوسين اللغة العامية قبيحة وبسلة وتستاهل عقوبة قاسية حتى تكون عبرة لمن يعتبر. ما كاينش صاحب جواز السفر أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية، ما كاينش. هو كل ما في الأمر هو أنه المتابعة في حالة الصلاح بكفالة. وحنا غدا نمشيو عند السيد الوكيل العام وغنلتمسوا من النيابة العامة استئناف قرار السيد قاضي تحقيق أمام غرفة المشورة حتى يتخذ على الاعتبار واش القرار طبعا يكون صائبة، وهذا تبقى سلطة مستقلة للسيد قاضي تحقيق استقلالية تامة. ولكن غنقولوا النيابة العامة غدا نلتمسوا منها باش تقدم دير الطعن في هذا القرار ديال السيد قاضي تحقيق. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.